على الهاتف من القامشي ينضم لنا العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوى سوريا الديمقراطية. سيادة العميد، مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا تمت السيطرة على أول حي بغربي الرقة في معركة غضب الفرات ومعركة تحرير الرقة، المعركة الكبيرة، أهمية الوصول إلى هذه النقطة سيادة العميد، إضافة إلى آخر ما جرى على الأرض إلى الآن؟ الآن يعني في لكي وللمشاهدين قوات أصبحت في الحي الروماني المحرر تجمع حائط الأسري وباب بغداد شرق مدينة الرقة، كما تم تطهير عدد كبير من الأحياء التي حررناها وصولا إلى حي الأندلس في الجهة الشمالية، ذلك بعد السيطرة على صوامع نعم. بالنسبة إلى الموقع بشكل عام، نحن نتقدم ولكن هناك تعوقات كثيرة، وخاصة بعد قيام داعش القناصات وكذلك استخدام العربات المفخخة في الهجوم على قوات سوريا الديمقراطية وكذلك الدراجات النارية. أما فيما يتعلق بموضوع القناصات فإن الحل الأنجع هو استخدام قنابل الفوسفور. نعم. لأن هذا القناصة أثبت أنه قنابل الفوسفور هي الوحيدة التي تستطيع القضاء على هؤلاء المتواجدين على الأسطح في مناطق التماس. طيب ماذا بالنسبة للمدنيين في هذه الحالة؟ هي مناطق التماس، يعني القناصين منشور. هل أنتم متأكدون بعدم وجود مدنيين هناك يعني في هذه المناطق على الأقل؟ لا لا لا، لا يوجد مدنيين، هذه أبنية، هي عبارة عن أبنية فقط متواجدة، وأنا حبيت أشرح بشكل يعني كامل وبشفافية حتى لا يقال أن هناك مدنيين أو ما شابه، هي مناطق احتكاك مباشر معنا وداعش ينشر قناصين، وهناك صعوبة يعني بالقضاء عليهم الا باستخدام هذه القنابل التي اثبتت نجاعتها وخاصه في الموصل. طيب بالنسبه للتسليح، يعني كنا سمعنا بانه سيتم ايضا ربما اعطاؤكم بعض الاسلحه في هذه المعركه، استطعتم الحصول عليها ومنوع الاسلحه. طبعا حصلنا على تسليح جيد الآن، ولكن نطمح بتسليح نوعي، وخاصة بعد استخدام داعش طائرات إيرانية موجهة صناعة إيرانية وتم إسقاطها، ونحن نحاول الحصول على صواريخ مضادة للطيران وخاصة صواريخ ستينجر للتعامل مع هذه الطائرات التي تقوم بقصف قواتنا من الجو، وهي طيارات مسيرة آليا. سيادة العميد، يعني نعلم بأنه عدد المدنيين الموجود الآن في يد داعش عدد يعني ليس بقليل، داعش يعمد إلى مختلف الطرق الإرهابية والممارسات في التخبطات الأخيرة في أي معركة كما عهدنا في المعارك السابقة، الآن السبيل إلى حماية المدنيين المتواجدين الآن في يد داعش؟ المدنيين المتواجدين في يد داعش يستخدمون كدروع بشرية للأسف، وكذا أما فيما يتعلق بالمدنيين الذين يرغبون بالخروج هيئنا ممرات آمنة لهم، كما قام طيران التحالف بإلقاء مناشير لاتباع خطوات معينة يقوم بها المدنيين بالتوجه إلى مناطق العبور للوصول إلى مناطق المحررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية. شكرا لك على هذه المداخلة سيد حسام العواك، العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوى سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من القامشلي.